مساء الخير عليك يا شريف. نور، تحدي ليك يا شيما ولكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. شريف، عايزين نطمن منك على النادي الأهلي وعلى الاستعدادات طبعا الخاصة بمباراة هورايا كوناكري الغيني إن شاء الله يوم السبت المقبل، والبرنامج الخاص بالفريق لحد المباراة. شيما، يمكن النهاردة الصبح كان الأهلي قرر أن يكون تجمع اللاعبين الساعة 8 صباحا، ويبدأ التدريب الساعة 9 صباحا طبعا استعدادا لمباراة حورية الغيني يوم السبت المقبل. يمكن النهاردة كان في تمرين شاق شوية، كان تمرين بدني تحت إشراف طبعا ليندمان، يمكن استمر حوالي 45 دقيقة. يمكن بعد إجراء التدريب البدني تم عمل تقسيمة بكرة كده خفيفة. يمكن على مستوى حراسة المرمى كان في تدريب قوي جدا أيضا للكابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى مع حراسه. ويمكن النهاردة عاد شريف إكرامي للتمرين اليوم بعد غيابه عن الأمس أو بعد خروجه من التمرين. عاد أيضا في فقر التدريبات البدنية اللاعب صلاح محسن واللاعب ميدو جابر، لكن في فقرة التقسيمة تم إراحتهم، لكن من الغد هيشاركوا في التمرين بصفة عادية جدا. يمكن شارك في جزء النهاردة من التمرين أيضا اللاعب رامي ربيعة، لأن طبعا هو متنبح عليه ممنوع يعمل أي التحامات. يمكن موقف سعد سمير زي ما كنت بسمعك فعلا هيتحدد يوم الخميس، هو بيجري عملية تأهيل مع الكابتن طارق عبد العزيز، وهيتحدد يوم الخميس من المشاركة، هيتعمله تيست ويشوفوا مدى استجابته للعلاج أو يعني خف أو لسه. طبعا اللاعب ناصر ماهر أدى تدريبات تأهيلية النهاردة وغاب عن غاب أمس وغاب اليوم، وبكرة في فحص، بس المؤشرات الأولية كلها بتقول إن بكرة بإذن الله هيكون جاهز لتدريب بصفة عادية جدا زي باقي الزملاء. يمكن النهاردة هيجري اللاعب محمد النجيب جراحة وعملية على منظار الركبة، هيجريها للدكتور أحمد عبد العزيز. من التمرين الصبح الحالة البدنية، الحالة المعنوية للاعبي النادي الأهلي، الكل مركز تركيز شديد في تخطي عقبة حورية الغيني والفوز بهذه المباراة. يمكن ما حدش بيتكلم غير على هذه المباراة، الكل متفائل، الكل عنده تفاؤل شديد إن الأهلي يفوز يوم السبت ويعبر إن شاء الله بإذن الله فريق حورية الغيني بإذن الله. بشكرك جدا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي. طبعا شريف دلوقتي لنا كل تفاصيل لقاء أو عفوا تدريب النهاردة اللي أقيم الساعة 9 صباحا على ملعب مختار التتش. دلوقتي معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا.